اللي يشوف الظعنة بالبشر بالكم سنة وسخناها بالشوارع صار لازم نتحاسب. يخوض المسلسل السوري مع وقف التنفيذ في عوالم مجموعة من الشخصيات السورية على اختلاف بيئتها وثقافاتها بتسليط الضوء على تجاربها في حارة بريف دمشق نزح أهلها إلى الداخل بعد أن أكلت الحرب أطرافها. الآن في موقع تصوير مسلسل مع وقف التنفيذ للمخرج سيف الدين سبيعي ومجموعة كبيرة من الممثلين. حالياً يتم التحضير لأحد المشاهد في الحلقة الأولى. الآن جولة مع ممثلي هذا العمل. عم يحاول النص يحكي عن ناس قبل الحرب وبعد الحرب. لما أنت بتضغطي البني آدم شو بيطلع منه؟ فأحياناً في شغلات ما بتكوني متخيلتيها بحالك بتطلع وقت الضغط ووقت الوجع. أبوكي بدو ياكي تقتلي ابنك لحتى يجهز لك ديك. اسمها شخصية أوصاف، هي واحدة من بنتين لفوزان اللي هو الأستاذ عباس. متعرض لظرف قاسي له علاقة بضغط من أحد الأشخاص أو ابتزاز بيعمل لنا نقلة بحياتنا. بيئة شعبية، الحالة المادية سيئة، يعني هي أقل من متوسطة، بس هن بيصير معهم شيء بيخليهم شوي يصير معهم مصاري. هي حدا الستيل العام إنه هي على أساس دلوعة بتحاول تطبق شباب، بس بمنطق هيدي البيئة، يعني بمنطق قصدي كيف بتفكر وكيف بتشوف الجمال والأناقة وإلى آخره. هيك هلا هي بتشوف الأناقة، هي قمة الأناقة أوصاف. بس حلو. يعني هي بشكل عام هي حدا فني، مفكرة حالة فني إنها مهضومة. هاشم موت رجلك، موت رجلك يا هاشم. انا طالق بيد اصاب. الحلو بالشباب انه هن ما لهم اخذين القصص على الميلودراما ولا على ولا هي فيها هيك ابتزاز عاطفي. هن عاملين يامن وعلي توليفه لطيفه إلى علاقه بانه انت بجو من المرح، احيانا تحكي تمرقي اوجاع الناس. بالمقابل في مشاهد كثير إلى علاقه بانكسارات والى اخره، بس مثل ما شفتي هن جايين فايتين على هي العيله اللي هي كثير كثير عندها دراما وأوجاع وحزن، أخدينا من جو إنه كلهم بيشتغلوا بالعرادة، فأنتي هن بيقدموا بأبسط ما يمكن أوجاع الناس. جبران هو شخصية براغماتية كتير، هو ابنه لحليم أستاذ غسان مسعود وأمه نادين خوري. هاي الشخصية اللي هي دائماً بتساير الكل، بس هو في شيء تاني من تحت لتحت بيكون عم يساوي. هو شاب خريج فنون جميلة، عم بيشتغل بيكون حلمه انه يكون له معرض ويكون له اسمه كفنان، وعنده عقدة انه دائما بينادوا له ابن حليم، يعني هو معنا موجود. فبلحظة من اللحظات بيكتشف انه هو شاطر كثير بالنسخ، يعني يعمل لوحات الكوبي، فبيقرر بلحظة من اللحظات انه يفوت بغمار تزوير العملة. ابنك أكبر مزور عملة بالبلد. طلقت من النص اللي هو كاتبين الشباب علي ويامن بطريقة حقيقة يعني هيك محبوكة منيح الشخصيات بشكل عام، واتكأت على مخزوني اللي له علاقة بأنه أنا رفقاتي خريجين فنون جميلة. بدي أقول لك هو نفس جوك تقريبا. ايه، أخي خريج فنون جميلة، رفقاتي عايش معهم، ففي هذا الجو اللي أنا مخزون عندي، حاولت أني استثمره. يعني أخذ مني التفكير بأنه أنا كيف قارب هي الشخصية وما طالع ما تكون هي الشخص اللي فيه شر، لأنه يعني هي تماماً بالعكس، هو في شيء الفعل هو فيه شر، بس هو ما شخص هيك. يعني أنا حسيت الدور إلى حد ما بيشبه حتى حياتكم أنتوا يلي بتبلشوا بتدرسوا بالمعهد وبعدين بتخرجوا، حسيت في شيء شبيه أنه أنتوا دائماً كمان بتكونوا عم تتعبوا وعم تقاتلوا لحتى تاخذوا فرصكم اللي بتستحقوها، أكيد بتاخدوا كتير وقت بالحياة. شو الشيء اللي ممكن توصل له بالأخير لتوصل لغايتك أنت كممثل وتاخد مكانتك الحقيقية؟ أنك تقدر أنك تثبت حالك سواء بدور أو بمجموعة أدوار بتراكم الأدوار. بظن هو هي اللحظة اللي أنت بتقول أنه يمكن خطيت الخطوة، أما أنك تحقق حالك بظن لسه يعني بدها وقت، بدها وقت وبدها جهد. فبتوقع أنه انك تخطيها للخطوه الاولى اللي هي الاصعب،
وتخطي الخطوات اللي بعدها بعدين. بظن هي اللي نحنا لما نتخرج لما نبلش إن الأثبات حالنا إن هي بتأخذ فترة من الزمن، بتأخذ جهد، بتأخذ إنه أنت كيف بدك تحاول كل الوقت إنك تدور على الفرصة وكيف بدك تحصل عليها وكيف بدك تأثبت حالك لما بتجي. فبظن هي هيك يعني، مو بتجي لحظة إنه أنا حققت حالي. بظن هي بعيدة المدى شوي. كل شخصية في هذا المسلسل لها مشكلاتها العاطفية والاجتماعية والاقتصادية. لكل واحدة همومها التي قرر كل من الكاتبين علي وجيه ويامن حجلي تسليط الضوء عليها، لأنهما يكتبان حكايات من لا تكتب حكاياتهم. هذا القرار بدأ قبل سنوات، وهما لا يزالان مندفعين في هذا الاتجاه، لأن ما حصل في سوريا لا يروى في حكاية واحدة. مع وقف التنفيذ هو، إذا بدي خليني يكون هيك واضح معك، هو الخطوة الثانية بالمشروع اللي بلشناه على صفيح ساحل السنة الماضية. هو خطوة متقدمة، يعني متقدمة من حيث الحبكة، متقدمة من حيث الشخوص، متقدمة من حيث الحدث، متقدمة بكل العناصر. أنا برأيي وأنا بحس أنه الأثر تبعه رح يكون كمان متقدم عن الأثر تبعه على صفيح ساحل. بديهم قرآن فيها لا رأيت غيري. أنا وصلت فيني روح اشتغل بتواليتات وحدابي. مع وقف التنفيذ هو مشروع فيك تقولي استكمال للمشروع اللي عم يشتغل عليه أنا وعلي من 2013، من لما بدأنا بعناية مشددة. باختصار يعني مشروع يرصد الإنسان السوري وصولا لل 2022 بكل هموم ومناحي الحياة، وبسعي دائم مني ومن علي بأنه نحن نختار نماذج حكائية بتحملها شخوص خاصة جدا وجديد طرحها بالمطلق. يعني علو عسى يكون انه هي الخصوصية تؤدي لمرحلة اسمها مرحلة الصدم. مرحلة الصدم هي اللي بتغير بالمجتمع بوجهة نظري، وهي اللي بتطرح الحالات بسخونة عالية. وبعتقد المرحلة مليئة، يعني مليئة بهي السخونة اللي عم يحكي عنها مع وقف التنفيذ. حاسس حالي جسي عم تمشي على رجلي، فشلت بكل شيء. مع وقف التنفيذ هو أول عمل يطرح أنه العودة بالعادة، انطرح كثير الخروج أو النزوح أو ترك البيوت، ما انطرح ولا مرة موضوع العودة تقريباً لهي البيوت اللي هو عم يصير اليوم بعدد من ضواحي دمشق. وحارة العطارين اللي بيطرح العمل هي إحدى حارات أحد ضواحي دمشق اللي رجعوا لأهلها بعد ما خرجوا منها بالماضي، ونحن عم نشوف حياتهم ما بين قبل خروجهم وبعد عودتهم. ليش رجعتي؟ لك غلطانة وغرقانة بغلطي لرأسي، لك تلت الفنانة درة. نحن هو جزء من مشروع متكامل، إنه نشوف شو عم يصير ونقدر نقدم الجديد كمان. يعني هذا هي من الناحية الفكرية. من الناحية الفنية هذا بتحلك تقديم الجديد، ما بتروحي لقصص مستهلكة ولا بتروحي لحكاية مطروحة من قبل. وتد الخيمة شرعوا الهوى وصفينا بلا سقف. يحكي قصصاً لشخصيات عادت إلى حارتها بعد النزوح الكبير الذي أخرج الكثير من السوريين من بيوتهم. هذه الشخوص المثقلة بالهموم والأحزان وقلة الحيلة، هناك من يواجهها من المتسلقين والمتملقين في هذا المكان. الناس تغيروا بعد النزوح، وهناك من يدأب على رفض وإفشال أي فرصة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي ولترميم ما تهدم ودمر، وذلك لتحقيق مكاسبه الشخصية. هلا نحن مثل عادة نعمل عصف فكري وذهني، ونحن شو حابين نقول، بنستعرض قصص بنعرفها، في حالة بحث بتصير، لكن كله بيطعم بقى بالخيال الروائي اللي هو حامل لأي شيء ممكن نحن نكون سمعانين عنه، أو أي شيء نحن ممكن نكون نحن ألفناه، أو أي شيء نحن ممكن نكون عملنا بحث من خلاله. كله هيك بنعمل الواقعي مع ليفل روائي وفني، قالب فني، ومنحاول أنه يكون ممتع، نحاول أنه يكون في حالة تشويق عالية وسريع وفي تصعيد. نحن هذا اللي بنشتغل عليه دائما، فهذا كله مع بعضه بالأخير بشكل لك صورة الشخصيات، لهالشخصيات اللي هي بقى بتكون أساسها الأكيد هو الحمودة.
ليش بخوف؟ لأني بدي أعيش؟ لأني عم فكر بمصلحتي؟ هذا العمل تحديداً في الحقيقة في حالة شراكة حلوة ما بين في حالة شراكة مستمرة نحن مع الأستاذ سيف سبيعي، الزلمة اللي فعلاً ما عم يدخل بشي يعني لحتى يطلع العمل بهيك بصورة لائقة مع كل الشركة والكاست الفني والكذا، الحقيقة في جو مريح. القاسم المشترك الوحيد بين مواقع التصوير السورية كان البرد القارص الذي كان أحد أهم أسباب معاناة الممثلين وفريق العمل الفني في كل المسلسلات. نحن بنبدأ تعطير قبل بشهرين، نحن بنقرأ النص، نفرغ النص لنعرف شو فيها مواقع، شو فيها لوكيشنات، مين فيها ممثلين، نبلش على أساسها بقى ينطرق فريق الإنتاج يستطلع المواقع اللي بقلب اللوكيشنات. يعني أوقات بيجيكي مسلسل فيه أكثر من 60-70 موقع، مطاعم، فنادق، فهذا كله نحن بده يتجهز، شو فيه كومبارس، شو فيه سيارات. هذا العمل كله نحن قبل بشهرين بنبلش تحضير فيه، بنبلش تحضير لنكون نحن وقت التصوير كله يكون جاهز، من مصممة الملابس، شو بدها ملابس، شو بدها ثياب للممثلين، نبعث حدا يجيب من الاكسسوار، شو بدهن اكسسوارات للعمل، سيارات، معدات، يعني هذا كله قبل بشهرين بنبلش نحن تحضيره ونسقه. كمبان بده يكون معنا، فنيين مع مين، كل حدا مع مين بده يركب، كله هذا بنرتبه على جدول، وعلى اساسه بنبلش بقى ننطلق نحن. بيطلع فريق بيستطلع، فريق بيطلع مع الملابس مشان يشتري المشتريات، فريق بيطلع مع الاكسسوار مشان يشوف شو في اكسسوارات. هلا مدير الانتاج وفريق الانتاج كافه من منتج فني لاداره انتاج انه لازم يامنوا كل الظروف المناسبه للعمل ليكون الممثل مرتاح، ليكون اللوكيشن جاهز، ليكون الممثلين ستاند باي جاهزين قدام المخرج وواقفين باستعداد على الموعد تبع الكاميرا، كمكياج، كملابس، كلوكيشنات. يعني نحن رغم كل الظروف الصعبه هلا اللي نحن فيها عم نحاول تكون اللوكيشنات كلها جاهزه، ورغم كل ظروف الطقس تحت البرد تحت المطر، نحن كل هي الاوضاع عم نحاول تكون كل الممثلين وكل الامور جاهزه، وفريق الانتاج بشكل عام لازم يخلق هي الطاقه بهي اللوكيشن، نكون كلياتنا ايد واحده ليطلع العمل ممتع وجميل. من الاشياء الصعبه اللي نحن بتمرق معنا ممكن تكوني اخذ لوكيشن انت، فبالليل يعني متفق انت وصاحب اللوكيشن وكل شيء تمام ومنسقه انت وياه، ثاني يوم او بالليل او الصبح ممكن ما ترد عليك، فانت بدك تروحي تخلقي لوكيشن ثاني قبل بساعه، فانت الكاميرا لازم تدور، يعني لازم تلاقي حلول دائما لاي شيء بيواجهك. ممكن ممثل ندق له مغلق جواله ورايح عليه نومه، بدنا نبعث حدا يدور على بيته باي طابق باي مكان لنفيقه، يعني كل هاي الظروف بتواجهنا. الحرب التي عصفت بالبلاد لم تؤثر على الإنتاج الدرامي فقط، ولكن على شكل الحياة التي يعيشها الجميع، لدرجة أن الممثلين والفنيين عاشوا تماماً ظروف الشخصيات التي كانوا يقومون بلعب أدوارها. المشاهد صعبين شوية، لأنهم مشاهد بالحلقة الأولى لأنهم بيعرفوا الناس على الظرف العامل اللي احنا فايتين عليه. احنا فايتين على حارة مفترض تكون هاي الحارة من الحارات اللي الناس رجعوا لها بعد ما خلصت الحرب، ومعاناتهم بأنه إعادة الحياة إلى هذه الحارة. بلش القصة بأنه هنن عم يفتتعوا خط مي راجع واصل المي للحارة، ومنبلش نتعرف على الشخصيات بهي المشاهد اللي نحن عم نبلش نساويها، فشوي صعبة لأنه كل الشخصيات موجودة وحدث شوي هيك مكركب، وانت اجيتي بهالبرد والحمد لله البرد ما عم يتركنا، يعني صرنا نحن عم نصور من الشهر الاول بنفس البرد، ما تغير شيء علينا، هي صرنا بالشهر الثالث وما تغير شيء علينا، فالحقيقه القصه ما لها سهله ابدا. هي المتعب بقول نحن تعودنا عليها، نحن بنصور بكل الظروف لنا، بالبرد، بالشوب، بالحر، بالمطر، بالثلج، وهيك المهنه تبعنا، الناس بتقعد على البرد مستريح تتفرج علينا وتقعد تبلش تنتقد فينا. ايه وهن ما عارفين شو عم بيصير فينا الا حتى يطلع هذا المشهد، بس بكل الاحوال نحن ما عندنا مشكله، يعني نحن بنتوقع هذا الشيء دائما ونتوقع النقد وما عندنا فيه مشكله حتى، نحن بالعكس بنحب الناس اللي بتشوف وبتحكي وبتقلنا رايها، لانه نحن هذا في شيء بيفيدنا بجوز يكون عنده وجهه نظر صحيحه. اختصر لي هذا المسلسل بجمله واحده، كيف بتشوفه؟ البحث عن الحياه، البحث عن الحياه بعد الشيء اللي صار فينا، شلون انك ترجع تدور على حياة، وانا برايي هي مهمه ما لها سهله ابدا.